رحنا قربنا قدام بنك عودات، فجأنا انه الزعران اللي عنده حاطم السكيورتي عندهم مجهزين. اول ما وصلنا بلشوا فينا بالعصي، في واحد معه فاس صراني فيه براسه، واللي تفاجأنا منه انه الدرك بدل ما يكون عليهم صار علينا احنا، يعني الدرك بدل ما يحمينا احنا صار يحميهم لإله. Our money stolen by the banks, by the BLC of Mr. Nadeem Kassar. We'll go to the end. No retreat, no surrender, no hesitation. We'll get our right, our stolen, plundered money, even if we have to chase them to their homes and get it by force, even if there must be blood.